هذه الآية سموها العلماء أرجى آية في القرآن. دعونا نتدبرها. اسمعوني أيها المحترمون بقلوبكم. قال الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا. يا في اللغة أداة نداء، عبادي منادى. المنادي في هذه الآية مين؟ المنادي هو الله سبحانه، المنادي هو الله، وهو الغني بمعنى الغنى سبحانه، ونحن الفقراء إليه. دعونا نعيش هذه الآية. لما قال الله: قل يا عبادي الذين إيش؟ أسرفوا. إيش معنى أسرفوا في اللغة العربية؟ معناها تجاوز الحد بالذنوب، ولله المثل الأعلى. البشر لما تخطئ عليه أخطاء كثيرة ما يناديك ولا يتمنى أنه ينظر إليك، بالعكس كلما رآك تذكر إيش؟ الأخطاء الماضية إلا من رحم الله، أليس كذلك؟ بلى. لكن الله جل جلاله ينادينا ونحن المذنبون ونحن المقصرون، وينادينا بأسلوب تلطف، بأسلوب شفقة. تأملوا معي، قال أسرفوا، إيش قال قبلها؟ قال يا زاني، يا مجرم، يا راعي اللواط، يا راعي المخدرات، يا راعي الخمر، يا راعي الذنوب. إيش قال؟ قال يا عبادي. أسلوب رحمة، أسلوب شفقة، أسلوب يجعلنا أيها المحترمون نقبل ولا ندبر على التوبة.